وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب دلال الزايد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثامنة. إذن ما هي أبرز التشريعات التي تم العمل عليها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التشريعات متنوعة ومتعددة، وأهمها جاءت في المجال الاجتماعي الصحي الغذائي البيئي وكذلك العدلي. فتم طبعا إصدار عدد من التشريعات المتعلقة في الصحة العامة، الضمان الاجتماعي، الضمان الصحي، التعليم العالي. ركزنا كذلك على التشريعات ذات الطابع الاستثماري الاقتصادي المتمثل في قانون الشركات التجارية، الأخذ بقانون التحكيم وفق قانون الإنسترال النموذجي، وكذلك تطوير في تعديل في قانون السلطة القضائية، وأيضا قانون المتعلق في حماية المستهلك والقش التجاري وفق النظام لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات المعنية بتغير المناخ، وكذلك قانون البيئة، قانون العقوبات البديلة. في مجملها جاءت تشريعات متعددة قد تصدر بموجب قانون أو لوائح تنفيذية أو قرارات. فاستكملنا بهذا أنه تكون متلازمة فعلا مع تحقيق الأهداف 17 هدف اللي وضعتها الأمم المتحدة أيضا في خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030. وركزنا طبعا في توافقا وتماشيا معها بما يكفل ويضمن حقوق الفرد، تحسين المستوى المعيشي والبيئي والتعليمي، وكذلك الصحة والاقتصاد. إيمانا أيضا من مملكة البحرين بأنها ترتفع في مؤشراتها وتقدمها في مجال التنمية المستدامة. نعم، أيضا ما هو يعني دور وأهمية هذه التشريعات الداعمة لمتطلبات التنمية المستدامة في تحقيق التعافي الاقتصادي؟ طبعا بلا شك ان التشريع يعني هو الركيزه الاساسيه حتى تحقق اهدافك في التنميه المستدامه، وبالذات فيما يتعلق يعني في المؤشرات انه رفع تعزيز قدرات البحرين التنافسيه على المستوى الدولي. فنجد طبعا ان هذه التشريعات هي لازمه، على اساس انها الخطة تبنت عدد من الأولويات والأهداف الاستراتيجية في قطاعات معينة. يعني سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فعلا يعني وضع خطة اتسمت أول شيء في الحرفية في وضعها، تمت بناء على تشاور وتوافق، بناء على شراكة فعلية صراحة يعني جمعت ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وكذلك أصحاب الأعمال. فعاليات تنفيذها في بعضها تتطلب هذه التدابير التشريعية، وفي نفس الوقت تفهم المشرع لهذه الأهداف حتى يكون في عمل مشترك متوازي لتحقيق هذه الأهداف. وإحنا يعني سهل هذه المهام في تلك الموائم التشريعية اجتماعنا مع وزير المالية حقيقة اللي يشكر عليه الشيخ سلمان بن خليفة في وضع هذا التوافق، بحيث إن إحنا بدأنا نشرع التشريعات اللي تعين الحكومة وتساعدها في تنفيذ هذه الخطوات، خاصة في مسألة الإشكاليات والعوائق اللي طالت الشركات الكبرى والمتوسطة أثناء ما مرينا فيه في الجائحة. فبالتالي هذا راح يحافظ على ديمومتها واستمرارها، يساعدها في مواجهة الضوائق المالية والإعسار، حتى يمكن تعديلات قانون التنفيذ جاءت معينة أيضا لمسألة أن تساعد أن هم يتخطون مسألة هذا الإعصار. دخولنا في مسألة التجارة الإلكترونية وقواعد الإثبات، هاي كلها من شأنها أن تحافظ على تلك الديمومة. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. شكرا جزيلا لك.